39 رحلة قادمة بمختلف الطائرات على موعد هبوطها في مطار الكويت الدولي طوال 3 أيام، حاملة 6400 حاج من الأراضي المقدسة بعد أدائهم مناسك الحج لهذا العام. أدينا اجتماعات دورية لوضع الخطة للتعامل مع موسم الحج وموسم العيد. احنا السنة عندنا موسم الحج وموسم العيد كلهم يتناوبون مع بعض، فولله الحمد انهينا من موسم ذهاب الحجاج في عدد 6400 حاج غادروا بكل سلاسة، ونجحت الخطة بنسبة 100% ولله الحمد بسبب تعاون جميع الجهات العاملة في المطار، واحنا نتأمل ان احنا نكمل موسمنا في عودة الحجاج بنفس النسبة. مطار الكويت الدولي أعد خطة عمل منسقة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، ولتفادي ازدحامهم وازدحام المستقبلين تم وضع حواجز من بوابة الخروج إلى مواقف السيارات مع توافر خطة أمنية مكثفة. ففرزنا حقائب الحجاج من برا راح تروح تجمع لمنطقة الشحن، ومنطقة الشحن هناك بالتعاون مع مندوبي الحملات راح ياخذون الحقائب ويوزعونها على الحجاج، بالإضافة إلى فرز بعض البوابات بجانب المبنى يكون توضع عليها رحلات الحجاج، وفتحنا مخرج لهم خاص وجوازات كاونترات جوازات بحيث نعزل نهائيا الحجاج عن باقي المسافرين. وتزامنا مع عودة الحجاج وعودة المسافرين بعد قضاء إجازة العيد، يسعى مطار الكويت الدولي إلى نجاح الخطة التي أعدت لاستقبال الحجاج بعد نجاح مغادرتهم إلى الأراضي المقدسة بالتعاون مع الجهات والهيئات الحكومية. إبراهيم السرحان، تلفزيون دولة الكويت.